ما اسمع اسمع اسمع، قول دوك الناس اللي كيقزقزوا يمين ويسار وهذا، المفروض تتعلموا من الخطة المغربية، من النهج المغربي. المنهج المغربي سيدرسونه الغرب، درسوه انتو، يدرسوه العرب، ليش ما يدرسوه العرب بدل الكلام هنا وهنا، سواء في كرة، سواء في التعليم، سواء في الفلاحة، في كل شيء. ليش بس الحسد والحقد وما عرفش ايش؟ انتعش، خليك مع بلدك، مالك دخل في المغرب ولا في بلدان ثانية. ادرس، تعلم، طور جيل يصعد البلد يا أعلى علية. بس كلام 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 وحسد وحقد. وعلى فكرة القجع ترى هو الرجل المناسب في المكان المناسب، وغيره غيره الرجل المناسب في المكان المناسب.